أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، إن شاء الله تكونوا بألف صحة. اليوم فيديو عبارة عن تجهيز البهارات لشهر رمضان المبارك. طبعا عارفين إن رمضان قرب، بدينا كل واحد بدي يجهز في بيته رمضان، اللي بدي يفرزن واللي بدي يجهز البهارات واللي بدي يقضي، فإحنا بدينا نجهز البهارات شهر رمضان. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، ولا تنسون الصلاة على الرسول. طبعا أول شي حطيت في علبة هو الفلفل الأسود المطحون. يعني إحنا نبدأ نجهز البهارات لإيش؟ لأنه لو في الأكياس كده نتعب، نبدأ نقول يا الله ندور كل كيس ونتعب، لا خلاص نحطها في العلبة زي ما تشوفين عبيناها في العلبة. هذا الفلفل الأسود أول شي عبيناه، راح نعبيه كله. طبعا كله راح نعبيه، راح نرجع لكم. زي ما انتم شايفين عبينا العلبتين الاولى الفلفل الاسود، الحين نعبي الكزبرة الناشفة. طبعا زي ما قلت لكم لازم نعبيه عشان بعدين ما نتقروش، يعني نقول وين هذا الغرض وين هذا الغرض. طبعا تجهيزات رمضان الصراحة بالنسبة لي ممتعة ممتعة، عندي بهارات خاصة راح تشوفونها في الفيديو استعملها في الشوربة في السمبوسة، راح تشوفونها مرة مرة تعطي طعم بشكل لذيذ لذيذ. طبعا انتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات وش تبون اسوي لكم، اجهز لكم تجهيزات ثانية، واكتبوا لي في التعليقات وانا راح اكتب لكم وحارد عليكم وراح اطبقها. زي ما تشوفوا عبينا الكزبرة الناشفة زي ما قلت لكم، اكتبوا لي في التعليقات وانا راح اطبقها لكم. العلب طبعا لا تطشونه من دحين، اقول لكم العلب بعد ما تخلصون منها لا ترمونها، نستفيد منها زي ما انتوا شايفين انا استفدت منها. الحين بعبي زنجبيل في العلبة، أنا العلب ما أطشها لأني أستعملها في البهارات، يعني أغسلها زين وأستعملها، فذلك أقول لكم تطشون العلب. يعني تقول خلاص خلصنا منها طش، لا تطشونها، استعملوها في البهارات في أشياء. شفتوا حقة الشاهي كمان استعملوها عبوها فيها حطوها، يعني أنا زي كذا ما أطشها، مستحيل أطشها مستحيل. يعني لو طشيتها أحس راح تقعد أكياس وأشتري، لا خلاص ما يحتاج، موجودة العلب اللي عندي وزي كذا. يعني وزي ما تشوفين نعبي علبة الزنجبيل، طبعا الزنجبيل معروف شيء أساسي في الكل الخط، لازم هو والفلفل الأسود والكزبرة. وأنتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات إيش أحسوا من أشياء، وش سويتوا وش حطيتوا في التعليقات، وانا باذن الله برد عليكم ونشوف المقاطعي عشان نجتمع مع بعض. زي ما تشوفين هذا عبينا العلبة، دحين نجي نعبي في علبة زيت الزيتون، راح اوريكم وش راح نعبي. راح نعبي الزيت، شوفوا قد ايش احنا استفدنا، راح ندبر الزيت بدل نكبه كله، لا نعبيه في علبة زيت الزيتون. طبعا العلبة مغسلة من دحين، اقول العلبة لازم تتغسل. زي ما تشوفين نبدأ نعبي كمان، لازم نعبي لأن إحنا كل ما عبينا كل ما ارتحنا، خلاص نسيق كل شي موجود، بدل نروح ناخذ الأكياس ونفرقعها ونحط، لا خلاص موجود في كل في العلب، بس تاخذين وتحطين. بس هذه طريقة أسهل مرة بكثير إنك تروحين تعبين بأكياس وتتعبين نفسك، لا العلب أنا أشوفها أفضل بكثير. طبعا شوفوا زي ما تشوفين قاعدين نعبي العلب، طبعا بعد ما نعبيها راح نرتبها، ما راح نخليها كذا، لا راح نرتبها ونظبطها ونخلي لها مكان عشان بس نجي ناخذ، نخلي لها مكان خاص. يعني في تنباع في المحلات حقت البهارات مكان خاص، يعني كذا طوابق للبهارات، فتشتري منه وتحطينه سي، بس تجين تاخذين. طبعا هذا نعبي الكركم، هذه الخلطة الخاصة للكركم، راح تشوفون هذه الخلطة اللي استعملها للشوربة ولأي شيء ثاني غير الشوربة، راح تشوفون معي. حط زنجبيل، ملعقة كبيرة من الزنجبيل، نضيف ملعقة ثانية كمان من الزنجبيل. هذه خلطة أنصحكم تطبقونها نفس ما أنا قاعدة أسويها بالضبط، راح يعجبكم راح يعجبكم. أنا سويتها في الشوربة صدقوني لذيذة مرة. طبعا هذا فلفل أسود المطحون زي ما تشوفين معانا، طبقوها صدقوني ما راح تتعبون. خلاص كل البهارات في علبة واحدة جمعتها، يعني خلطة. هذا الكزبرة مطحونة طحناها زي ما تشوفين كانت في علبة وطحناها،
فزي ما قلت لكم لازم تعبونها في علبة واحدة، تشكلين خلطة خلطة، طبعا ملعقة كبيرة من ثوم البودرة، ملعقتين، وهذه بهارات مشكلة على طريقتي أنا، أحطها في الشوربة، أحطها في السمبوسة، أحطها في كل مكان. طبعا ملعقة كبيرة من الزعتر والكمون، حطينا ملعقة كبيرة من الكمون والزعتر. ثم تشوفين معانا طبقوها، صدقوني ما راح تتعبون. شوف هذا الكمون طحناه، حطينا منه ملعقة كبيرة. بعد ما حطينا ملعقة كبيرة نبدأ نخلطهم، لازم تخلطونها كويس عشان البهارات كلها تختلط مع بعض وتعطيني النكهة اللي أنا أبغاها بالضبط. نبدأ نعبيها في العلبة زي ما انت شايفين بالضبط، عبيناها في العلبة، صدقوني ما راح تندمون، ما راح تندمون، راح تفيدكم كثير، تفيدكم في أشياء كثير، تسهل عليكم بدل تروحين تاخذين كل بهار. يعني هذه خلطة خاصة بس للشوربة، للسمبوسة، خاصة للأكل، بدل تروحين تاخذين ملعقة كبيرة من الكزبرة، لا هذه مجمعتها أنا كلها مع بعض، معطية نكهة لذيذة جدا. أنا راح تشوفون معي كيف أنا راح أسويها في الشوربة. طبعا سويت شوربة رمضان، أوريكم كيف تطلع الشكل وأعطيني الطعم اللي أنا بقول لكم إياه، أبغى أوصف لكم. هو راح تشوفون معايا. طبعا أول شيء نبدأ نحط الزيت، هذه الشوربة راح نعمل الشوربة، ونبدأ نحط الفلفل الأسود والورق والقرنفل والليمون زي ما انتم شايفين معانا في الفيديو، راح نطبقها ونحطها ونبدأ نقلبها. انتوا طبقوا معايا بإذن الله راح تزبط معاكم مثل ما زبطت معايا، لأن الطعم شي خيالي. طبعا نحط القرفة لا تنسونها، شوفوا كلها الموجودة في اللي أنا حطيت لكم إياها ومريتكم إياها، وانتوا طبقوها نفس البهارات اللي حطيتها انتوا حطوها بالضبط معايا. نبدأ نقلبها، بعد ما قلبنا نضيف عليها البصل المفروم والثوم المفروم مع البصل، نبدأ نقلبها زي ما قلنا لكم. بعد ما نقلبها نضيف عليها المكون الثاني، لما قلبناه وتغير لونه معانا شوية نضيف عليها اللحم. طبعا الشوربة على حسب اللي انت تبغينه، تبين لحم دجاج ما تبين معاها شيء، على حسب. بس انا من رأيي يعني من رأيي تحطين لحم، احس يعني اللحم له نكهة ثانية في رمضان مع بالذات مع الشوربة، احس نكهة طعم بشكل مو طبيعي يعني. فانا ضفت اللحم صراحة، وإذا بغيت ما عندك لحم نضيف الدجاج، وإذا ما عندك لا لحم ولا دجاج عادي يمديك تخلينها سادة بدون شيء. ونضيف الطماطم، طبعا الطماطم خلطينها في خلاطة تكون مرة معصورة، ونضيف الماية، بعدين نضيف كركم وفلفل أسود وكمون، ونبدأ نخلطها مع بعض. بعد ما نضيفها نبدأ نخلطها، بعد ما نضيف اللي خلطناه خلاص راح نضيف الصلصة. طبعا لازم الصلصة نضيف، لازم زي ما تشوفين ضفنا الصلصة هنا. طبعا نبدأ نقلبها، بعد ما نضيف الصلصة نبدأ نقلبها. بعد ما نقلبنا خليناها تطبخ شوية، لازم تخلونها تطبخ. بعد ما طبخت تضيف عليها كمية كبيرة من الماية، يعني لين نص مو نصها، أعلى شوية من القدر، ونضيف ملح. بعد ما نضيف الملح نبدأ نخلط، نبدأ نضيف الشوربة، هذا آخر شيء نضيفه هو الشوربة. زي انت شايفين راح تستوي معانا، خليها تطبخ، بعد ما تطبخ راح تستوي. هذه الخلطة حق البهارات اللي أنا سويتها، نضيفها آخر شيء. هذه الخلطة ضفنا عليها نص ملعقة، بعد ما نضيف هذه النتيجة معانا. طبعا الطعم والريحة لا أوصف لكم، لا أوصف لكم، ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم هذه الخلطة اللي أنا سويتها آخر شيء، هذه لازم شيء أساسي في الشوربة. طبعا بعد ما انتهى الفيديو لا تنسوا الصلاة على الرسول، ضغط اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.